زكريا المصباحي، تمرير مصطفى خلفي يعمل كروس باس وعلى طول عبد الحكيم زويتا، عبد الحكيم زويتا على طول وفولو دانك رائع والتعادل 2-2. ادي العاده وزويتا، عبد الحكيم زويتا يخترق يتوغل وفي صفره واعتقد تحتسب ثنائيه، اعتقد ثنائيه خد الاكشن، خد الاكشن. هنشوف الحكم هيقول ايه. على طول من مصطفى خلفي تمرير على طول اليوب للمره الثانيه المخضره مصطفى خلفي وتمرير سفيان كوردو مره ثانيه بيحاول حشاد ويصوب ويسجل محمد حشاد ثلاثيه زويتا تحت السله رضا غليمي، رضا غليمي الثنائيه جميله جدا عن طريق العملاق رضا غليمي مره ثانيه رضا غليمي لمصطفى خلفي التصويب الثلاثيه غير ناجحه ومتابعه من جديد للمنتخب المغربي وتمريره جميله جدا من زويتا في اصابه اعتقد لامادو كولوبالي بيشاور كده عايز يتغير محاولات واختراق وزويتا يسجل زويتا بمهاره يسجل زويتا بمهاره تنجاره بيحاول لنكيتا دفاع ضاغط عليه محمد تنجاره يعمل كروس باس واختراق وعلى طول كانت محاوله من اللاعب شيخ سمارة لكن مقطوعه مصطفى خلفي زويتا يسجل زويتا ثنائيه هجمه سريعه لازم لاعبي المنتخب المغربي ياخدوا بالهم من البالانس في لاعب بيغطي على طول بعد التسجيل عبد الرحيم نجاح يصوب ويسجل ثنائيه نجاح يسجل ثنائيه ارتفع عن الحلقه اي لعيب من الفريق المنافس اعتراضه تحتسب مصطفى خلفي يلا خلفي والتعادل للمنتخب المغربي 25-25 مصطفى خلفي والتصويب والثلاثيه غير ناجحه ويقطع على طول حشاد 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 لم يسجل ويتابع ما ويسجل حشاد يسجل بمهاره عاليه جدا زويتا لم يسجل والمتابعه الدفاعيه على طول عن طريق اللاعب نيانجو اختراق وبلوك شوت رائع جدا بلوك شوت رائع من زويتا عايزين نشوفها في العاده الحكم احتسبها نقطتين هنشوف الحكم احتسبها نقطتين ولا فاول هنشوف لا الحكم احتسبها سله لكن سله غير 19 نقطه وخلاص كده المباراه حسمت وزكريا المصباحي ثلاثيه غير ناجحه ويعمل المتابعه على طول اللاعب حراس للمدرب الوطني المتميز الرائع حسن حشاد اللي هو فخر للمدربين المغاربه وفخر ايضا للمدربين العرب حاله حال الكابتن عادل تلاتلي المدرب الوطني للمنتخب التونسي ثنائيه حيال المنتخب المغربي زكريا المصباحي زكريا تمرير الله عليك يا زكريا الله عليك تمريره مره ثانيه على التوالي يتاهل فريق عربي الى المربع الذهبي كما فعل الموسم الماضي او البطوله الماضيه المنتخب التونسي واسلام دانك رائع جدا عن طريق محمد كمال حشاد يتسع الفارق الى 18 نقطه قربنا خلاص ان شاء الله محمد تنجاره يفقدها زكريا المصباحي تمريره حشاد وثنائيه حشاد والفاري يتسع المدير الفني للمنتخب المغربي خرج سفيان الرافعي ودخل حشاد في وقت مهم جدا لان محمد حشاد يمتلك الخبره لقياده الملعب في هذا حشاد بيحاول يخترق وعبد الرحيم نجاح محاولات وسلام دنك رائع جدا محاولة من الاختراق من زكريا المصباحي وتمريرها لسفيان كوردو ادي العادة ومن اولها صاحب الحكاية والرواية زويتا. هو زكريا تمرير عبد الرحيم نجاح بيحاول يخترق نجاح ويسجل عبد الرحيم نجاح ثنائية يتسع المنتخب المغربي يلعب لفريق الوداد المغربي سفيان ويؤكد كلامي بيقول لي انت عندك حق يا محمد يوسف انا فعلا افضل لاعب في الفترة نجاح زكريا المصباحي لعبد الرحيم نجاح مرة ثانية زويتا سفيان الرافعي سفيان الرافعي بيحاول يخترق تمريرة سفيان كوردو كوردو تمريرة لنجاح وهجمة رائعة جدا من المنتخب المغربي يتسع بها الفارق الى تسع لزويتا مرة ثانية وتصويبة من الرافعي على طول ومتابعة على طول من المنتخب المغربي زكريا المصباحي ويسجل زكريا الثنائية رائعة جدا يتسع الفارق إلى 7 نقاط لازم يستمر الضرب ومحاولات يقطع على طول سفيان الرافع يقطع بمهارة 3-1 زكريا المصباحي تمريرة جميلة وزويتا عبد الحكيم زويتا وهجمة على طريقة الـ NBA تمريرة
والثانية والثالثة على طول سلام دانك رائع جدا عطريز بيها الفارق إلى ثلاث نقاط. زكريا المصباحي، زويتا، سفيان الرفعي للمرة الثانية ويسجل سفيان الرفعي الثلاثية 35-32. محاولات زويتا يعمل كروس باس سفيان الرفعي ثلاثية ويسجل سفيان الرفعي ثلاثية إلى الدرب النهائي. مصطفى خلفي، ياسين، محاولات مصطفى خلفي، بيحاول خلفي تمرير على طول ياسين، ثلاثية رائعة جدا من اللاعب ياسين فاسين مع نهاية الكوارتر.